بسم الله الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر فيا برحمتك يا أرحم الراحمين.